مقدم مجموعة متنوعة من القطاعات اللي فيها جاذبية شديدة واللي ليها فرصة للتعامل في مجالات السوق المحلي، لكن الأهم أيضا نحن نمطن هذه الصناعات بغرض خدمة المنطقة الإقليمية والقارة الأفريقية والعالم بأجمعه، ونكون جزء من سلاسل إمداد بحيث نحن نضمن رخاء العالم كله من خلال أن نحن نمطن مجموعة كبيرة من هذه الصناعات. مواني دبي العالمية بتعمل أوريدي عندنا في ميناء السخنة، ودائما عندنا استثمارات من دول مختلفة وعلى رأسها طبعا الإمارات. الأكسبو هنا بنعرض الفرص اللي عندنا، بنتكلم مع الحاضرين، بتبقى منصة جيدة جدا لأن احنا نجد الفرص اللي احنا نقدر نتعامل من خلالها، وبعدين بينتم منها بقى إن شاء الله الاتفاقات والتعاقدات اللي يعلن عنها كلهم في حينه بإذن الله.